اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى جبت لكم معايا النهارده لعبه للاطفال كيوت كيتن ليتل كيتن، شكلها جامد جدا، مكتوب عليها ماي باونسين كيتي. الله شكلها جامد جدا جدا. بصوا القطه فظيعه قوي دي، لابسه بقى توكه جميله قوي بينك ماركت هاسبرو. تعالوا بقى نفتحها، صالح الاطفال فوق السن 4 سنين. بصوا بيقعدوا بقى يلعبوا بيها، ومعاها بقى كمان كلب تاني شكله فظيع، جبته لكم بقى فيديو تاني. الله بصوا بقى القطه فظيعه دي، تعالوا بقى نفتحها ونطلعها ونتفرج عليها من جوه ونشوف يا ترى هيكون شكلها عامل ازاي. مستعدين؟ بصوا بقى بعد فتحتها، اولا لونها كريمي كده بيج سوفت قوي، ناعمه فلافي جميله قوي. وطلع ورا بقى واقف كده، الله فظيع، واقف كده لوحده. وايه وبصوا ممكن احنا ننيمه، بس هو بيفضل دايما واقف. عندها بقى ودنين صغيرين، وشها بقى فظيع لونه ابيض. وديلها قصدي ودنها كانت تانية تجنن، لابسة بقى عليه هنا فيونكة مكتوب عليها for real friends. الله وبصوا بقى هنا ايه، وشها هنا ابيض، وعندها ايه مراخين لونها زي بينك كده، وعنيها لونها اخضر. الله بصوا شكل عنيها يجنن ازاي اللون الاخضر الفظيع ده. وبعدين بقى تحت عندنا ايه هنا دلوقتي البطاريات، وعندها رجليها بقى كلهم لونهم ايه بيش. الله شكلهم جامد قوي، واو 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 شكلها فعلا فظيع. هنا بقى بنحط البطاريات، هنفتح بقى الموت اون ونشغلها بقى ونلعب بيها ونشوف يا ترى بقى نلعب بيها ازاي. اهو بص بقى كده شغلناها، الله بص بقى ايه ده بتنو نو، وهي عبرة تهز راسها وبتنط كمان. الله دي شكلها فعلا زي القطة الحقيقية بتعمل الموز الفظيعة قوي دي. شفت بقى فظيعة ازاي دي، عجبتني قوي. اهو بصوا ايه ده ايه ده ايه ده، بصوا بصوا بتلف راسها ازاي، اهو نلفها بقى كده تاني. شكلها فعلا جسمها يجنن، وبصوا مرعبة كده شوية بس بتضحك قوي. بص ما بتعمل موس كده ازاي، اول لما بس تنطبطب كده على وشها تتعصب وتقعد تتنطط كده بالشكل بتاعها الهستيري ده، شكلها فعلا بيضحك قوي. ايه القطه الشقيه قوي دي، فور ريل فريندز قطه فعلا تجنن. ممكن بقى ناخدها في حضننا واحنا نايمين، بس طبعا نقفلها عشان ما تنساش تنام وكده وتخضنا، فعلا هنتخض قوي. وخفيفه جدا كده في الوزن وجميله. بص كل اللي عليها اعمله ان انا اقعد اطبطب كده عليها والعب لها في شعرها ووشها، تلاقيها فجاه اتعصبت وتقعد بقى تنط جامد جدا. مستعدين؟ اهو بصوا بقى قعدت اطبطب كده عليها، يلا يلا يا توتو بقى اتعصبي يلا وريني هتنطي ازاي، تقعد بقى ترقص وتلف كده حوالين نفسها. الله شكلها فعلا يجنن. طبعا انا ممكن اعمل لكم فيديو تاني واجيبها بقى بتلعب مع الكلب اللي هو شبهها بالظبط، واشوف بقى هتلعب معاه ازاي. مش عارفه هي سكتت ليه كده وما عليها ولا ايه. بصوا بلعب لها في ايه في جسمها كله مفيش فايده، يلا يا جوجو اجي يا جوجو، مفيش حاجه خالص. ايه ده لازم نضربها كده ولا ايه؟ طب نضربها طيب عشان تشتغل. اعمل لها ايه القطه الفظيعه قوي دي، ندوس بقى كده على بطنها مفيش فايدة. ايوه ايه اتعصبت، ايه شفتي اتعصبت ازاي؟ ادي فعلا قطة شقية قوي قوي قوي، جميلة جدا للعب. انا زي ما قلت لكم بقى لو اديناها هدية لحد من صحابنا هينبسط بيها قوي. بصوا بقى عمالة بتلف ازاي، الله دي فظيعة جدا، وشكلها كمان قطة حقيقية اصلا وبتنط كمان وبتعمل اصوات جامدة قوي بتضحك جدا. انا عجبتني قوي قوي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. وزي ما قلت لكم بقى هجيب لكم فيديو تاني نقدر ان احنا نتفرج عليها هي بقى والكلب صاحبها، ونشوف بقى الاثنين هيعملوا ايه مع بعض. الاثنين بقى ستافت انيمالز فور ريل، دول اللي هم الفلافي كده وستافت ناعمين جدا جدا ومشاتهم حلوة قوي. انا عن نفسي عجبوني قوي، وبصوا بلعب لها في وشها زي مبسوطة قوي، تحس ان هي بتغير كده ملامح وشها. اوبا 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 بصوا فظيعة، عسل خالص القطة الشقية قوي دي، عجبتني جدا جدا جدا. ايه ده طيب دي كمان اتعصبت لوحدها، خلاص بقت متعصبة بقى جدا، جنناها احنا اصلا قعدنا نلعب معاها كتير وجنناها خالص. ايه يا دودو بصوا بقى فظيعة وتتجنن وتتعصب ازاي، واو دي شقية قوي.
انا عجبتني قوي قوي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وهستنى بقى الكومنتات بتاعتكم تقولي لي رايكم فيها. طبعا علاقات العاب الاطفال هجيب لكم بقى لعب تانية كتير من ستافت انيمالز هتعجبكم جدا. بليز انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني قوي يا اصحابي، باي باي.